الحل في نفتح باب الاحتراف؟ انت تفتح باب الاحتراف لكن يكون عندك منظومه متكامله. ما ينفعش انت النهارده ما انتش عارف بقيه الدوري هيكمل امتى، ما انتش عارف. ما هو برضو كمنظومه اتحاد الكوره انت اللي في ايديك اللعبه مع الانديه، يعني العمليه تبقى متوازنه شويه. وطبعا المنتخب لو كان اولويه هتلاقي كل ده هينعكس على لا الانديه، هو لكن طبيعي منتخب أولوية، هو ده طبيعي. لازم لكن منتخب يكون هنا أولوية. للاسف ما بحسش ده، ما بحسش المنتخب بيبقى اولويه قوي، لان انت بتشوف فترات التجمع ممكن تبقى اقل من المعتاد في فترات زمنيه سابقه. انت الحل ان انت الجدوله اللي عندك هتبقى ازاي؟ انت من اول يوم في المسابقات المفروض تبقى عارف عندك الانديه ارتباطاتها 1 2 3، المنتخب عنده معسكرات 1 2 3 توفر له المناخ الجاي، توفر له الاستعدادات المناسب، الدوري يبقى منتظم، ما فيش مجاملات، ما فيش تاجيلات يعني بالاهواء. كل ده هيخلق لك منظومه متكامله، منظومه محترمه. كمان الاهتمام بقطاع الناشئين يبقى افضل من كده، ان انت عندك ابتدى في السنوات الاخيره يبقى فيه، يمكن نادي الزمالك في السنه اللي فاتت واللي قبلها طلع اكتر من ناشئ مميز، ابتدوا ياخدوا فرصهم. لكن الاهتمام بالانديه بشكل عام والمنتخبات على مستوى الناشئين والعين اصل انا الخبيره، عامل ليه ناشئين وفرق ناشئين، لما في الاخر تيجي الفريق الاول بتاعك ما فيهوش غير ولا واحد من الناشئين، يبقى انت عامل بالظبط الناشئين ليه؟ بالظبط. ما هي دي المشكله. انا هستسهل المثل اللي بيقولوه دايما، المثل البلدي شرع العبد ولا تربيته، فده يعني لو كل الانديه هتتعامل بالمنطق ده خلاص يبقى انت مش هيبقى عندك الجوده اللي انت محتاجها في قطاعات الناشئين، مش هيبقى عندك لعيب عنده شخصيه، هيخوض فين احتكاك مع فريق اول عشان يبقى عنده شخصيه مع ناديه، مع ناديه ومع منتخب بلاده برضه في المرحله السنيه اللي هو فيها. ما دي المشكله اللي عندك، ان انت ما خلقتش الشخصيه التنافسيه للعيبه دي، ان انت تقدر تشيلهم مسؤوليه ان انت تلعب بطوله افريقيا زي البطوله اللي فاتت. مع احترامي طبعا لمنتخب الشباب، طبعا لكن برضه انت خدت الاستعداد في البطوله العربيه وصلت النهائي، مع احترامي البطوله العربيه مش مقياس ومش اختبار، يعني مش اختبار قوي ان انت تقدر تحكم بيه على ان انت استعديت جيد. انا قررت ان انا هستضيف البطوله دي او انا قدمت على استضافه البطوله دي، يبقى انا واثق بنسبه، هقول لك مش طبعا فيش حاجه اسمها 100% ولكن 80 90% ان انا عندي منتخب مؤهل ان هو يفوز بالبطوله دي. اللي شفناه عكس ذلك، اللي شفناه ان انت منتخب للاسف فنيا من اقل المستويات الموجوده في البطوله. في عناصر عندها حاجات فرديه عندها، لكن الكرة لعبة جماعية. لكن الكره لعبه جماعيه، ده اللي انت محتاج تخلقه في شخصيه اللاعب.